على بعد 500 كيلومتر جنوب العاصمة تونس، تربط منطقة الحوض المنجمي بين هضاب الفوسفات لا شيء فيها تغير منذ انتفاضة 2008 وما رافقها من عنف وقمع مورس على أهلها. ما تبدل حتى شيء، البطالة قاعدة موجودة كما هي، يعني الشباب قاعد تعب لهنا، البنية التحتية ما سماش يعني كلها تعبة، يعني ما سمى حد شيء جديد من 2008 اليوم من هذا، ما سمى حد شيء جديد. المتلوي وأم العرايس والمذيلة ورديف، يبدو أن التنمية أخطأت طريقها إليها، فلا بنية تحتية ولا حركة اقتصادية، ميزتها شبابها العاطل في انتظار مطالب صارت كما يقولون أقرب من سراب وأبعد من حلم. أهم هذه المطالب هي نسبة مئوية من مداخيل الفوسفات للتنمية في الجهة، معناها تحسين الظروف الفلاحين على مستوى الجهة، مشاكل الأراضي، مشاكل العقارية، تفجير أبار مياه، معناها مساعدة الوضعيات، معناها إصلاح إداري وإصلاح سياسي. موقف عدنان الحاج أسد المناجم كما يلقبه بعض مناصريه هنا ذهب إليها مرشح الجبهة الشعبية أيضا عمار عمروسية. قفصة في حاجة إلى قفصة جديدة، كل شيء مدمر على أكثر من 60 سنة. أنا نعتقد أنه الحل هو في نسبة من عايدات الفوسفات، وأنا نعرف ليد واحدة ما تصفقش، لذلك أدعو الأهالي كل الأهالي باش يتجندوا، كان لقينا معاهم حل تحت قبة البرلمان، أما كانش مضطرين إلى العودة إلى الاحتجاجات المدنية والمتحضرة. كما تغادر خيرات الجهة من الفوسفات إلى الخارج، يغادر الشباب هنا المنطقة نازحين أو مهاجرين بحثا عن الرزق، وذلك لانعدام مواطن الشغل وغياب التنمية، تنمية يقول المتساكنون هنا إنهم بانتظار ممثليهم في مجلس نواب الشعب القادم حتى يحققوها. من الرديف بالجنوب التونسي، وليد عبد الله، فرانس 24.